جماعة أكادير كما كان عارفوا دخل في المخطط ديالها ديال الجماعة المحافظة على التراث، وبالتالي فالمهرجان جا باش يعني اللي كان نسلط الأضواء على هذا الموروث الثقافي الكبير الذي حافظت عليه مجموعة كبيرة من الشباب ومن الأهالي ديالنا منذ سنوات. إذن الكرنفال ليس غريب علينا، لأنه كنشوفوه في إنسكان، كنشوفوه في الجيرة، في عيد ملول، في جميع الأحياء. الإضافة الكبيرة ديال هذه الدورة هو تتويج المجموعة كبيرة من الجمعيات التي تتبارى اليوم في هذا الكرنفال على أحسن موقع غادي تاخذوه بالمجسمات ديالها وبالأقنعة ديالها. عدد الفرق التراثية التي تم استدعائها أكبر بكثير مما هو عليه الحال ما ستشاهدون في العرض في الاستعراض أقصد، ولكن لجنة الانتقاء، لأنه كانت هناك لجنة انتقاء أولية قبل لجنة التحكيم، لجنة الانتقاء ارتأت أن تكون هناك بطبيعة الحال مشاركة الرجال وهي أساسية، ولكن كذلك مشاركة قوية للمرأة، ولكن استثنينا مشاركة الأطفال يعني مراعاة لعمرهم ولتحملهم في هذا الوقت من السنة الساخنة من الصيف. وهناك 20 فرقة تراثية يسهر على تنظيمها الأستاذ عباس فرق، في حين أنه هو المدير الفني لهذه الفرق والمدير الفني للكرنفال أقصد كرنفال بيلماون والكرنفال بصفة عامة هو الدكتور حسين بويعقوبي. صراحة أنا راه لوريجين ديالي شلحة وكنفتخر بالثقافة الأمازيغية، وشي حاجة اللي وفاش جربت صراحة لبس بوجلود وكذا شوف كنشوف الدراري راه كيديروا واحد ليزيفور، كيديروا لي ليزيفور بزاف صراحة، وصافي بليزيغ، وراه ليا الشرف نلبس هاد الجلود، وليا الشرف أنني أنا شلحة وكنفتخر بشلوح وديما أمازيغ. لا لا بالعكس، المرأة ديما كتكون فخت ومراها كتدعمك انك انت ديري بحال هكا، واخا كاين تناقضات ولكن انا بنت ديما كنشوف اش مرتاحه انا، ما فهمتي كنشوف داك الشيء انا في الاصل ديالي وكيعجبني نتبع الاصل ديالي. جا مزيوي، حنا جينا مدينه طنجه باش نحضروا هذا الفيستيفال وفرحانين، وليداتنا كلشي فرحان، وشكرا لكم اللي فرحتونا بيبا مغرب. حنا فرحانين كل مدينه ديالنا فيها هذا الفيستيفال هذا، وشكرا. ديجا كنجيو اكادير اول هذا العام فرحنا بزاف، وليداتنا فرحانين، كلشي فرحان، وشكرا لكم. عجبنا بوجلود، عجبنا النظام، عجبنا كلشي هو هذاك. فكرة حنا كنفكروا في هذا كل عام كنلبسوا، كنفكروا من رمضان كنبريباريو باش نديروا شي حاجة راقية وتعجب الناس كاملين والدراري كاملين، المهم داك الشيء اللي كاين. شحال انتم تديروا هذا العادة؟ كنبريباريو موت هادي، حنا كنبريباريو لهذا الخير من رمضان. رمضان كنوضوا كنطلعوا للكورنات كنجيبوا الشلود كيتعاونوا معنا الدراري كاملين وكنقادوا اللبسات الخير هذا غادي كيزيدوا يطوروا فيه من هنا لقدام شي حاجه احسن. كاع الشباب طالعين ناضين اي يديروا شي حاجه لهيبه، افكار فوركي كل شهري كيما تنتني تتيفي لي هادي كل عام تزيد نكره من دارسن غير الشباب هادي تزيد من شكل حاجه حدارسن. بالنسبه للبسه اللي اختاريت انايا كتمثل الشخصيه ديال الكابتن جاكس برو، المسلسل اللي اغلبيه غيكونوا تفرجوا فيه. انا من محبي المسلسلات صافي بالضبط داكشي اش اختاريت هاد اللبسه هادي وقررت باش نشارك بها في الديفيلي ديال اكادير. بزاف عندهم ابداعات افكار بزاف الحوايج، غير هو خاص اللي يعاونهم وخاص اللي يمد لهم واحد يد المساعده باش هما يوليو غادي من يعني كيبدعوا اكثر. احنا اصلا فقنا على هاد العروض، حنا اصلا فقنا على هاد العروض صافي وكبرنا على هاد العروض وزدنا ولينا كنكملوا عليهم. يعني في الحي في المنطقه ديالنا فين ساكنين كيفاش كيكونوا اجواء زوينه بيناتنا الدراري كنضحكوا، واخا مره كيكونوا الشغب اللي كنبغيو حنا نتجنبوه، ولكن راك عارف بعض المرات الدراري الله يهديهم وصافي يعني هذا الشيء اللي كاين. هو بالنسبه لي انايا كنقول انه غادي يتطور، غير هو خصو يتنقصوا بعض الحوايج اللي كلشي كيكون كيدوي عليهم في السوشيال ميديا، الناس راه عارفينهم تقريبا وان شاء الله غيكون خير من القدام. لبسه خويا شنقول لك تقامت علينا، المهم معذبين حنا شهرين من قبل العيد وحنا معذبين، ما خلينا قرنات ما خلينا
وكنجمعوا نهار العيد وخرجنا هاد اللبسه هادي. المهم تقاتلنا معاهم باش ما بغاو كنجيبوا جلود من القرنة كتبغهم كتقادهم كيوليو بحال على حساب باش ما بقاش يتنتفوا. المهم كتقادهم كتزينهم كدير لهم مسائل ديالهم كيوصل العيد كدهز شي شوار ديالك المسائل وكتقادهم منين كتلبس العام سيدي وكتخرج كتزها مع العائله والحباب بحال وجهك الله يعطيك الخير. اجواء زوينه بزاف وعامر هنا تبارك الله اللهم بارك. المهم كاين استقبال كبير.